فانا شباب هنشرح النهارده درس صغير، هو بيعتبروه درس عملي، وانا شايف ان هو مش درس عملي، هو درس نظري بكتير اكتر منه عملي، وهو درس السامبلنج. كلمه سامبلنج يعني عينه. سعادتك لما تحب تاخد عينه تاخدها من مجتمع كبير اسمه بيبيوليشن، يبقى انت لازم تعرف ايه الفرق بين البيبيوليشن وايه الفرق ما بينها وبين السامبل. كلمه بيبيوليشن يعني تجمع من الناس، اني كوليكشن، اي تجمع سواء من افراد، من انديفيدوال، او من اشياء فينس ذات وي ار انترستد ان، اي تجمع في اشياء او في اشخاص احنا مهتمين ندرس حاجه معينه في الاشياء دي او في الاشخاص دي. يبقى تعريف البيبيوليشن هو اني كوليكشن او اني جروب اوف انديفيدوال اور فينس ذات وي ار انترستد ان. خدناها قبل كده في تعريف الكوميونتي، اي مجموعه من الناس ليهم نفس الكاركتر. خدناها قبل كده في تعريف الكوهورت، مجموعه من الناس الهيلثي، الثلاثه دول كلهم بنفس المعنى تقريبا، ده معنى البيبيوليشن. وليكن عندي مجتمع زي مثلا محافظه الشرقيه، ادي المحافظه، والمحافظه دي مليانه ناس اشخاص، ده كده اسمه البيبيوليشن. تعداد سكان محافظه الشرقيه تقريبا 8 مليون شخص. يبقى الدايره دي او المربع ده او الشكل ده فيه 8 مليون شخص، كل واحد في الشخص دول اسمه يونت، وحده. يبقى انا عندي تقريبا 8 مليون يونت. تاني البوبليشن هو مجموعه من الناس احنا مهتمين ندرس فيها حاجه معينه، اي تجمع في انديفيدوال او في ثينجز ذات وي ار انترستد ان، سواء عددهم بالنسبه لنا معروف فينت او غير محدد وغير معروف انفينيت. الكلام ده يهمنيش، اللي يهمني ادي المجتمع. المجتمع ده عباره عن بوبليشن مكون من مجموعه من اليونتس. سعادتك علشان تدرس حاجه معينه في المجتمع ده صعب انك تدرس كل المجتمع. صعب ليه؟ مكلف، محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج ناس تساعدك، وبالتالي كل ده تكلفه عليك. فانت هتضطر تاخد حته من البوبليشن، هتاخد مجموعه من اليونت. المجموعه من اليونت دي هنسميها سامبل، تبقى السامبل عباره عن مجموعه من اليونت. يبقى كل واحد في المجتمع كان اسمه يونت. السامبل بتاعتك هتتجمع نتيجه تجمع مجموعه من اليونت. يبقى السامبل مجتمع صغير ولا مجتمع كبير؟ مجتمع صغير، هو سمول بيبيوليشن. سعادتك واخده من لارجر بيبيوليشن علشان تدرس حاجه معينه في المجتمع الكبير ده. طب هو ايه الصح؟ ان اخد سامبل ولا اخد كل البيبيوليشن؟ لا، الصح ناخد كل البيبيوليشن. كل ما العدد ما يزيد كل ما الاكيرسي بتاعتك هتزيد. الصح ناخد كل البيبيوليشن، بس ده صح بس مكلف، محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج اشخاص، ناس تساعدك، اشخاص تساعدك، بيرسونيل. علشان كده هتضطر غصب عنك تاخد سامبل. بس السامبل دي انت واخدها هتدرس فيها حاجه معينه وترجع تعمم النتائج على كل المجتمع. علشان كده لازم السامبل بتاعتك تمثل المجتمع تمثيل جيد. علشان كده هتلاقي في الكتاب قايل لك ان البيزس اوف سامبلنج، ان اساس عمليه السامبلنج انك تقدر تعمل ترو ريبريزنتيشن للبيبيوليشن، انك تقدر تمثل المجتمع تمثيل جيد. ايش معنى؟ اصل سعادتك هتدرس حاجه معينه في السامبل وتطلع منها نتائج، والنتائج دي هتعممها على باقي المجتمع الكبير. لو السامبل دي انت واخدها بشكل خاطئ فالنتيجه بتاعتك مش هتعبر عن باقي المجتمع. احنا اتفقنا ان الصح ناخد كل المجتمع، بس ده صعب، فانا سمحت لك باكسبشن. ايه هو الاكسبشن؟ انك تاخد عدد صغير من المجتمع وتدرس العدد الصغير ده علشان اوفر عليك الوقت والمجهود والفلوس والناس اللي هتساعدك، والنتيجه اللي تطلع تعممها على باقي البيبيوليشن. بس علشان اقدر اقول ان النتيجه دي بتعبر عن البيبيوليشن الكبير، لازم السامبل بتاعتي يتوفر فيها شروط معينه. الشروط دي كلها هدفها في الاخر انك تقدر تمثل المجتمع تمثيل جيد، تقدر تعمل ترو ريبريزنتيشن. خلاص؟ يبقى اتفقنا يا اخوانا ان الاساس في عمليه السامبلنج ان اقدر اعمل ترو ريبريزنتيشن للبيبيوليشن. لو انت قدرت تعمل ترو ريبريزنتيشن، ده معناه ان العينه بتاعتك بتمثل المجتمع ولا ما بتمثلش؟ بتمثل. ده معناه النتائج اللي طلعت اقدر اعممها على المجتمع ولا ما اقدرش؟ اقدر. كلمه اعممها دي يعني اقدر اعمل جنراليزيشن للريزلت،
اقدر اعمل النتائج على باقي الناس. يبقى الاساس في عمليه السامبلنج ان اقدر اعمل ترو ريبريزنتيشن. لو قدرت اعمل ترو ريبريزنتيشن هقدر اعمل جنراليزيشن للريسك. طيب قسمنا السامبلنج نوعين. في سامبلنج بتقدر تعمل ترو ريبريزنتيشن. السامبلنج دي سميناها ايه؟ سميناها probability sampling. حد يقدر يقول لي ميزه في probability sampling؟ اه انها قدرت تعمل true representation. حد يقدر يتوقع الميزه الثانيه؟ اه قدرت تعمل generalization للريزلت. يبقى من قبل ما اقول ولا كلمه اهو، لو انت عرفت ان السامبلنج اللي عندك تبع المجموعه اللي اسمها probability sampling وانت مغمض قول في ميزتين. اول ميزه قدرت تعمل true representation للمجتمع، وبالتالي انا قادر اعمل generalization للريزلت. تمام؟ في نوع تاني اسمه non probability. النوع ده ما قدرش يعمل true representation للمجتمع، وبالتالي ما قدرش يعمل generalization للريزلت. يبقى ايه الافضل، البروبابيليتي ولا non probability؟ اكيد البروبابيليتي. هو ايه الفرق بين البروبابيليتي والنون probability كمصطلح؟ كلمة probability احتمالية، يعني لو انت عندك في احتمالية ان يتم اختيار اي شخص في المجتمع في السامبل بتاعتك، يعني كل واحد في المجتمع كان له فرصة متساوية مع الباقيين، في الحالة دي بسميها probability. يعني لو كل واحد كانت احتمالية اختياره 50% واحتمالية عدم اختياره 50%، 50% هختاره 50% مش هختاره، دي بسميها probability. لو الشرط ده ما توفرش بسميها نون probability. تعالوا نحكي مع بعض قصة بسيطة. واحد منكم كان شغال في اتحاد الطلبة وراح مرة لرعاية الشباب يخلص ورق، فاتفاجأ بيه الموظف هناك بيقول له ده في رحلة طالعة شرم الشيخ، الرحلة دي جاية لطلبة رابعة طب الزقازيق، المطلوب 100 طالب، المطالب هيطلعوا شرم يقعدوا هناك اسبوع اقامه كامله ببلاش. طب انا كواحد في اتحاد الطلبه مطلوب مني ايه؟ مطلوب من سعادتك ترشح لي 100 طالب. لو انت الشخص ده بتاع اتحاد الطلبه تفتكر هتكتب مين؟ من غير ما تكذب، انت واصحابك وحبايبك، صح كده؟ انت اخترت اسهل طريقه، ابسط حاجه، ان انت تختار ناس قريبين منك، نيرست قرايبك، انك تختار صحابك فريندز، صح؟ انت اخترت الطريقه السهله بالنسبه لك، كلمه سهله يعني اكسسبيليتي. فطلع نوع من السامبلنج اسمه اكسسبيليتي. الاكسسبيليتي انت بتختار انسب واقرب ناس ممكن يتم اختيارهم. الموست كونفنت سامبلنج يونت ار سيلكتد، يعني انت بتعمل سيلكشن للناس الموست كونفنت، الناس السهله المناسبه اللي انت هتعرف تجيبها بسرعه، اللي هم مين؟ نيرست فريندز، ناس متطوعه وفولنتيرز، ناس محجوزه في المستشفى هوسبيتالايزد كيسز. في الحاله دي بسميها اكسسبيليتي. بعد ما خلصت ال 100 كلهم ده بالك انبك وقلت للموظف احنا كده ظلمنا ناس في الدفعه، مش كل الدفعه كان ليها الحق انه يتم اختيارها، انا اخترت اصحابي وقرايبي بس. قال لك يعني ايه؟ قلت له هنقطع الورقه دي وبعدين هاخد ورقه جديده واقف على البوابه وابدا اختار 100 من اللي داخلين البوابه. هل هتختار بطريقه معينه؟ قلت له لا، ده انا هختار بمزاجي، اللي شكله عاجبني هختاره، اللي شكله مش مريحني، واحده اتخانقت معاه مره في السكشن، واحده جاوبت سؤال ما كنتش عارفه مش مختارها، ده احرجتني. فانت بتختار على حسب يور تشويس، بمزاجك باختيارك. هل هنا اخترت اصحابك وقرايبك بس ولا وسعت دايره الاختيار شويه؟ دايره الاختيار وسعت شويه، علشان كده قال لك ان النوع ده اهو هنسميه الكوتا. الكوتا هي امبروفمنت من اكسسبيليتي. انت حسنت الاكسسبيليتي شويه، حسنتها ازاي؟ ان انا وسعت دايره الاختيار، بدل ما كنت بختار من الدايره القريبه مني بس اللي هم النيرست والفريندز والفلنتيرز والناس اللي محجوزه في المستشفى، انا هبدا اختار من دايره اكبر شويه. بس المشكله في طريقه الاختيار، ان انت بتختار على حسب يور تشويس، بمزاجك، اللي انت عاجبك هتاخده واللي مش عاجبك مش هتاخده. ايه رايك الطريقتين دول هل قدروا يمثلوا كل الدفعه؟ لا. هل كل واحد في الدفعه كانت احتماليه اختياره 50%
واحتماليه عدم اختياره 50%؟ لا، ده الناس ده ايه كونها اصحابه وقرايبه كانت احتماليه اختيارها 100%، وانا كطالب في رابعه طب كون الشخص ده ما يعرفنيش كان احتماليه اختياري 0%. علشان كده الطريقتين دول بنسميهم نون بروبابيليتي سامبلينج. يبقى النون بروبابيليتي اللي عيوبهم ما يقدروش يعملوا ترو ريبريزنتيشن، وبالتالي ما يقدروش يعملوا جنراليزيشن للريزلت. انا مش فاكر حاجه، انا بطلع الكلام معاك اهو. الاثنين دول اسمهم نون بروبابيليتي. ما دام نون يبقى ما يقدروش يعملوا ترو ريبريزنتيشن، وما دام ما فيش ترو ريبريزنتيشن مش هقدر اعمم النتائج. العينه اللي انا خدتها لا تعبر عن الدفعه، مش قادر اعمل جنراليزيشن للريزلت. الطريقتين دول اسمهم ايه؟ واحدة اسمها اكسسبيليتي وواحدة اسمها كوتا. الاكسسبيليتي سعادتك بتختار الموست كونفيدنت، الموست كونفيدنت سامبلينج يونت ار سيلكتد، اللي هم مين؟ نيرست، فريندز، فولنتيرز، وناس محجوزة في المستشفى، ودي علم عليها علشان تيجي في الامتحان. يقول لك انهي طريقة اللي بختار فيها الهوسبيتالايزد كيسز الاكسسبيليتي. اما في الكوتا انا حسنتها شوية. في وجه التحسين ان انا وسعت دائره الاختيار، فقال لك ان الكوتا هي امبروفمنت من الاكسسبيليتي. طب ما حاجه حلوه اهي، ايه العيب؟ العيب ان انت بتختار على حسب يور تشويس. هنا الانفستيجيتور الباحث بيبيك اب، يعني بيجمع عينه سامبل ليها سيرتن سايز وسيرتن ستراكشر، حجم معين، عدد معين يعني، وشكل معين، بس الاختيار على حسب هيز تشويس نوت فولو سبيشال سكيم، مش ماشي على سكيما معينه. يعني انت طلعت فيه نقطه الفطسانه ما فيهمش ميزه، يعني لا فيهم ميزه. قال لك ان الاكسسبيليتي دي على رغم العيوب دي كلها ان انا غصب عني بضطر استخدمها. امتى؟ لما سعادتك تدرس مرض نادر رير ديزيز. ما دام مرض نادر دور في مكان يكون في المرض، روح مستشفى وهات منها المرض ده. لو انت عاوز تجيب ناس عندها الجذام في الشرقيه، صعب جدا ان اجيب عينه كبيره وادور فيهم كم واحد عنده جذام. طب ما اطلع على مستشفى الجلديه، مستشفى الجذام، ولا هناك ناس كتير عندها الجذام، صح كده؟ لو انا عاوز اجيب ناس عندها دايبيتس مثلا، هروح على مستشفى جامعه الزقازيق، اخش مستشفى البطنه على وحده السكر، هلاقي ناس كتير عندها السكر، فانا بسهل على نفسي اهو. يبقى انت هنا بضطر استخدمها لما يكون في عندي رير ديزيز او يكون في عندي رير ريسك فاكتور، اللي احنا بنسميه احيانا اوكيوبيشنال هيلث هازارد. هيلث هازارد يعني ريسك فاكتور، بس موجود في وظائف معينه. يعني لما اقول لك هات لي 100 واحد من الشرقيه معرضين لماده السيليكا، هي السيليكا دي حاجه كومن؟ لا، حاجه نادره جدا. طب ما اروح مصانع زي مصانع الازاز مثلا، بتعرض الناس للسيليكا غصب عنهم، كل موظف في المصنع ده هو غصب عنه بيتعرض للريسك فاكتور النادر اللي انا بدرسه، ولا ايه؟ يبقى الاكسسبيليتي على الرغم من عيوبها لاني احيانا بضطر استخدمها. امتى؟ لما يكون في عندي رير ديزيز او يكون في عندي رير اكسبوجر. الكتاب مش سهل كده، شال كلمه رير اكسبوجر وحط مكانها ايه؟ اوكيوبيشنال هيلث هازارد. طيب هل الكوتا مليانه عيوب اهي ما فيهاش ميزه؟ فيها ميزه. ايه الميزه؟ ان انت ما بتضطرش تعمل حاجه اسمها سامبلنج فريم. كلمه سامبلنج فريم يعني سعادتك تجمع كل المجتمع اللي انت تاخد منه عينه، المجتمع الكبير اللي هو دفعه رابعه. كلمه سامبلنج فريم المقصود بيها انك تجمع المجتمع الكبير كله وبعدين تختار منه. يعني المفروض لو الدفعه 1000 اجمع ال 1000 كلهم هنا وبعدين اختار منهم ال 100 اللي انا عاوزهم. هل انا في الكوتا هنا لما وقفت على البوابه اضطريت اجمع ال 1000 كلهم؟ لا، انا وقفت على البوابه وقعدت اختار بمزاجي، مع ان ده عيب، بس قعدت اختار بمزاجي لحد ما وصلت للعدد اللي انا عاوزه اللي هو ال 100، وبعدين خدت الكشف ومشيت. مش مضطر اعمل سامبلنج فريم. يبقى تاني يا اخوانا النون بروبابيلتي حاجتين، اكسسبيليتي وكوتا. في الاكسسبيليتي الموست كونفيدنت سامبلنج يونت ار سيلكتد، انا بختار انسب ناس ليا اللي هم النيرست، فريندز، فولنتيرز، وناس محجوزه في المستشفى، ودي علم عليها ام سي كيو. اما هنا انا عملت امبروفمنت للاكسسبيليتي، بدات اختار من دايره اوسع شويه، بختار بعمل بيك اب، يعني بجمع عينه ليها سيرتن سايز وسيرتن ستراكشر، بس العيب ان انا بختار على حسب ماي تشويس نوت فول سبيشالز. الاثنين دول كونهم نون بروبابيلتي سامبلنج، ما في عندي عيبين.
ان انا مش قادر اعمل ترو ريبريزنتيشن وبالتالي مش قادر اعمل جنراليزيشن. طب هل مفهومش ميزه؟ قال لك كل واحده فيها ميزه. الاكسسبيليتي احيانا بضطر استخدمها لما اكون عندي رير ديزيز او عندي اوكيوبيشنال هيلث هازارد. والكوتا فيها ميزه ان انا مش محتاج اعمل سامبلينج فريم. طيب هو انا هنا في الكوتا لو انت مثلا نازل تعمل انترفيو مع ناس ماشيه في الشارع هتاخد رايهم في مشكله معينه. وقفت في الشارع وعملت انترفيو مع 20 شخص، ال 20 دول ميل ولا فيميل؟ الاثنين. كبار ولا صغيرين؟ الاثنين. السوشيو ايكونوميك ليفل مختلف، مستوى التعليم مختلف، الريليجن مختلف، وبالتالي في جريت فاريابيليتي. تفتكر الجريت فاريابيليتي دي ميزه ولا عيب؟ انا شايفها ميزه وشايفها عيب. شايفها ميزه ان انت كده عملت انترفيو مع كل فئات المجتمع. شايفها عيب ان انت ممكن تكون خدت راي ناس في مشكله معينه هم مش انترستد بيها. صح كده؟ الكتاب بيقول ان دي عيب بس هو حر. بس احنا نمشي مع الكتاب. بيقول لك ان في الكوتا بيكون في جريد فاريابيليتي بتوين البيرسونز وده شايف ان هو عيب. عيب ازاي؟ ان انت بتاخد اراء ناس في مشكله هم مش انترستد بيها او مش ملمين بكل عناصرها. فكون في جريد فاريابيليتي بتوين البيرسونز في الكوتا الكتاب اعتبرها عيب. يبقى الاثنين فيهم نفس العيبين، مش قادر اعمل ترو ريبريزنتيشن وبالتالي مش قادر اعمل جنراليزيشن. والكتاب زود مع الكوتا ان في جريد فاريابيليتي بتوين البيرسونز واعتبر ان ده عيب. كده خلصنا النون بروبابيليتي. بعد ما سعدت وقفت على الباب وجمعت 100 شخص بمزاجك برضه ضميرك عنبك وقلت ده انا دارس سامبلينج وعارف ان في حاجه اسمها بروبابيليتي وحاجه اسمها نون بروبابيليتي. قطعت الورقه ورجعت للموظف وقلت له احنا عاوزين نمشي بالعادي يكون عندنا فيرنس. يعني ايه؟ قلت له يعني ال 1000 واحد اللي موجودين في الدفعه من حق كل واحد ان يتم اختياره. لازم الاختيار يبقى عشوائي. قال لك انا هتعمل ايه؟ قلت له مش هم 1000؟ قال لك اه. وانت عاوز 100؟ قال لك اه. قلت له سهله. قطع لي 1000 ورقه ورقمهم من 1 ل 1000 وحطهم قدامي. ايه ده؟ انت كده قدامك كام ورقه؟ 1000. كل ورقه مكتوب فيها رقم 1. هل في رقم متكرر؟ هل في رقم مكتوب مرتين؟ هل في رقم ما اتكتبش؟ لا. هل في واحد احتماليه اختياره اعلى من الثاني؟ لا. هنا كل واحد has equal chance. كل واحد له فرصه متساويه مع باقي افراد الدفعه انه يتم اختياره. وانت هتبدا تختار 100 بشكل عشوائي. هل لو اخترت ال 100 بشكل عشوائي وطلع فيها 2 اخوات توأم او 2 صحاب جدا هتقول لا اصل دول توأم اصل دول صحاب مالكش دعوه. كل واحد بيمثل نفسه بس. كل واحد بيمثل اندبندنت يونت بالنسبه للازهر مالوش دعوه بالباقيين. يبقى البروبابيلتي سامبلنج كلهم فيهم مميزات. اول ميزه ان كل واحد هاز ايكوال تشانس اوف بينج سيلكتد. كل واحد بيتم اختياره اندبندنت بالنسبه للاذرز. هل انا بتدخل في الاختيار؟ يعني ينفع اخد ورقه والرقم ده ما يعجبنيش فطبقه واحطه تاني؟ لا، انا ليا مينيمال رول. الانفستيجيتور بيكون له مينيمال رول. يبقى البروبابيلتي سامبلنج كلهم كلهم الخمسه اللي هقولهم بعد شويه كلهم فيهم نفس المميزات كلهم بروبابيلتي سامبلنج. كل واحد له ايكوال تشانس اوف بينج سيلكتد. كل واحد بيتم اختياره اندبندنت بالنسبه للاثر. الانفستيجيتور بيكون له مينيمال رول. انت هنا عملت ايه؟ جبت ال 1000 ورقمتهم من 1 ل 1000 واخترت 100 بشكل عشوائي. الطريقه دي سيمبل ولا كومبلكس؟ سيمبل فسموها ايه؟ سموها سيمبل. انت اخترت بشكل عشوائي سموها سيمبل راندوم سامبل. يبقى السيمبل راندوم سامبل انا واحد مش مذاكر هي واحده من ضمن البروبابيلتي سامبل. اسمع كلمة probability أقر ثلاث سطور. كل واحد has equal chance of being selected. كل واحد بيتم اختياره independent بالنسبة للأذر. الانفستيجيتور بيكون له minimal rule. طريقة الاختيار بتتم بالكمبيوتر قرعة يعني أو لوتري أو جدول الأرقام العشوائية أي طريقة عشوائية أنا ما اتدخلش فيها. فيها ميزة إنها عشوائية إنها probability
ان كل واحد له ايكوال تشانس اوف بينج سيلكتد. بس فيها عيب. العيب ان انا اضطريت اجمع الالف كلهم قدامي. طب تجمع الف ده حاجه سهله ولا صعبه؟ سهله سهله. لو هم 10000 بقى، لو 100000، لو محافظه الشرقيه 8 مليون، هل سهل ان اجمع ال 8 مليون؟ لا. طب ان اجمع الناس قدامي كلهم، اتفقنا من شويه ده حاجه اسمها ايه؟ اسمها سامبلين فريم. يبقى السامبل راندوم فيها عيب انها بتحتاج سامبلينج فريم. طب ايه عيب السامبلينج فريم؟ ان لو المجتمع كبير مش هقدر اعمل له سامبلينج فريم. عشان كده الموظف قال لك وانا فاضي اقعد اجمع الالف كلهم واعمل سامبلينج فريم؟ لا يا عم، هنلغي الرحله او تشوف طريقه ثانيه. فانت قلت له هشوف طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه دي من غير ما اعرف اسمها كونها بروبابيلتي سامبلينج، يبقى كل واحد ايكوال تشانس، كل واحد بيتم اختياره اندبندنت بالنسبه للاذر. الانفستيجيتور بيكون له مينيمال رول. انت قلت له ايه؟ قلت له الدفعه كام؟ 1000. وانت عاوز كام واحد؟ 100. قسمت 1000 على 100 تطلع كام يا متعلمين؟ 10. هتختار رقم عشوائي اصغر من ال 10 بمزاجك. حد يقول اي رقم وليكن 7. ابدا زود عليه ال 10. يعني 7 17 27 37 47 لحد ما توصل ل 997. عدهم هتلاقي نفسك عديت 100 رقم. تاني انا عملت ايه؟ هو نفس الكلام بالظبط، بس هنا طريقه الاختيار كانت بالكمبيوتر او اللوتري، اما هنا طريقه الاختيار على حسب ثابت كونستانت انترفال. الكونستانت انترفال هنرمز ليه بالرمز كي، والكي بتساوي البيبيليشن سايز حجم الدفعه كان كام؟ 1000 على السامبلنج سايز حجم العينه اللي انت عاوزه كام؟ 100. يطلع الرقم الثابت اللي هو 10. سعادتك هتختار رقم عشوائي اصغر من ال 10 وليكن 3، وزود ال 10 يبقى 13 23 33 43 وهكذا. انا هنا 7 17 27 37 وهكذا. ماشي بنظام ولا ماشي عشوائي؟ ماشي بنظام. كلمه ماشي بنظام دي سموا الطريقه سيستماتيك. طيب اول رقم ده هو اخترناه ازاي؟ عشوائي. سموها سيستماتيك راندوم سامبل. تاني البروبابيلتي سامبلنج خمس انواع، هما في الاصل اثنين. لو انت عرفتهم الثلاثه التانيين مش محتاجين شرح. الاثنين الاساسيين هما السيمبل راندوم والسيستماتيك راندوم. تعال نعمل مقارنه ما بينهم. دي بروبابيلتي ودي بروبابيلتي. ما دام الاثنين بروبابيلتي يبقى في عندي ثلاث سطور مشتركه. ان كل واحد له ايكوال تشانس اوف بينج سيلكتد. ان كل واحد بيتم اختياره اندبندنت بالنسبه للاذرز. ان الانفستيجيتور بيكون له مينيمال رول. امال ايه الفرق؟ الفرق في طريقه الاختيار. هنا بختار بكمبيوتر او بلوتري. اما هنا بختار على حسب كونستانت انترفال. والكونستانت انترفال بيساوي البوبوليشن سايز على سامبل سايز يطلع رقم. اختار رقم اصغر من الرقم ده بشكل عشوائي. هنا الكونستانت كان 10 فانا اخترت 7 وازود عليها ال 10 يبقى 17 27 37 47 وهكذا. انا ماشي بشكل منظم سيستماتيك. اول رقم تم اختياره بشكل عشوائي يبقى راندوم، سموها سيستماتيك راندوم سامبل. كان في هنا عيب انها محتاجه سامبلنج فريم. هل انا هنا مضطر اجمع ال 1000 كلهم قدامي؟ لا، يبقى دي مش محتاجه سامبلنج فريم. كونها مش محتاجه سامبلنج فريم خلاها مناسبه في اللارج بوبيليشن. خلاها تنفع لو انت هتختار ناس من الناس اللي بتتردد على العياده الخارجيه، اللي هو بيكشف ويروح. مش هتقدر تجمعهم كلهم. يعني مش قادر تعمل لهم سامبلنج فريم. في الحاله دي تختار دراسه ما فيهاش سامبلنج فريم اللي هي السيستماتيك راندوم. يبقى السيستماتيك راندوم فيها ميزه عن السامبل انها مش محتاجه سامبلنج فريم. كونها مش محتاجه سامبلنج فريم ده خلاها مناسبه اكتر في المجتمع الكبير في اللارج بوبيليشن، او لو انت هتختار من الاوت بشكل كامل. كده خلصنا اثنين من الخمسه. الثلاثه التانيين مش طرق. قال لك ايه؟ قال لك ان السيستماتيك احسن من السامبل. انا هطبقها. قعد يطبق كده واختار ال 100. بعد ما خلص اتفاجئ ان ال 100 كلهم ولاد. مش وارد يحصل؟ ال 100 دول كلهم اللي رقمهم بيبدا بسبعه طلعوا ولاد، او كلهم طلعوا بنات، فقال لك الكلام ده ما ينفعش، انا عاوز بنات
وولاد. يعني ايه؟ يعني عاوزك تقسم المجتمع بتاعك الى استراتا، الى فئات، وبعدين تختار من كل فئه عدد معين. فطلعوا طريقه جديده اسمها استراتيفايد سامبلنج. الاستراتيفايد سامبلنج علشان سعادتك بتقسم المجتمع بتاعك الى استراتا، الى فئات، وتبدا تختار من اتش استراتا. هختار من كل استراتا بالسمبل او بالسيستماتيك على حسب ما انت عاوز. ايه ده؟ يعني برضه هرجع للسمبل والسيستماتيك. ما احنا اتفقنا ان طرق الاختيار يا اما سمبل يا اما سيستماتيك. الاستراتيفايد انا بس بزود خطوه، بقسم الدفعه الكبيره دي الى دفعات صغيره الى استراتا على حسب فئات معينه، وابدا اختار من كل استراتا عدد معين. طريقه الاختيار من كل استراتا هتبقى يا اما بالسمبل يا اما بالسيستماتيك. يعني لو الدفعه دي ليها الألف، لقيت فيها 600 بنت وفيها 400 ولد، يبقى أنا بدل ما اختار من الألف كله على بعضه، لأن قسمتهم استراتا إلى ميل وفي ميل، واختار من اتش استراتا سواء بالسمبل أو بالسيستماتيك حسب اللي يناسبك. طيب هختار إزاي؟ لو أنت عاوز تختار 100 شخص، هتختار من هنا 50 ومن هنا 50، ولا تختار 60 و40؟ قال لك زي ما تحب. لو انت هتختار عدد ثابت من كل استراتا بغض النظر عن الاستراتا دي حجمها قد ايه، ده اسمه equal allocation method. لو انت هتاخد نسبة وتناسب، يعني ال100 دول اخد من هنا 60 واخد من هنا 40، دي بنسميها proportional allocation method. الكلام ده انا عارف مش موجود في الكتاب، بس في الشفوي بتسال وبتسال وهم جدا. والدكتوره حسنيه اللي كانت رئيسه الاس تخصصها سامبلنج ساينس، يعني ده تخصص دكتوره حسنيه، فاللي كان بيخش لها شفوي كان لازم بتسال في الحته دي، تقول لك انا اختار ازاي؟ فتقول لها والله يا دكتوره في طريقتين، في ايكوال الوكيشن ميثود هختار عدد ثابت من كل استراتا بغض النظر عن حجم الاستراتا، وفي بروبورشنال الوكيشن ميثود هختار نسبه وتناسب. تقول لك تفضل انهي؟ قول لها البروبورشنال، علشان احتماليه تمثيل كل فئه فيها اعلى من الايكوال. ها في مشكله؟ طيب دي كده الاستراتيفايد. الاستراتيفايد استخدمها لو المجتمع هوموجينوس ولا هيتروجينوس. ايه ده؟ مش اسمها استراتيفايد؟ يعني هقسمها لاستراتا؟ ما لو المجتمع ما فيهوش فئات مختلفه مش هعرف اعمله استراتيفايد، صح؟ وبالتالي انا بستخدم الاستراتيفايد ميثود دي لما يكون المجتمع هيتروجينوس، في فئات مختلفه. لكن لو من الاول المجتمع هيموجينوس هقسمه ازاي؟ صح كده؟ طيب في عندي كمان طريقه اسمها كلاستر. كلمه كلاستر يعني مجموعه من الناس عايشين في نفس اللوكاليتي او لهم نفس الجيوغرافيك اريا، عايشين في نفس المكان. يعني في الكلاستر سعادتك بتقسم المجتمع الكبير الى مجتمعات صغيره بس على حسب الاماكن، وتختار مكان وتاخده كله از هول على بعضه. يبقى انت لو قسمت المجتمع الكبير الى مجتمعات صغيره، لو قسمت الجمهوريه الى محافظات والمحافظات الى مراكز والمراكز الى قرى، واخترت قريه وخدتها از هول، انت هنا اخترت اشخاص ولا اماكن؟ اماكن، اخترت مكان. فلو اخترت مكان وخدته از هول دي بيسموها كلاستر. لو زودنا خطوه ودخلت جوه المكان واخترت منه انديفيدوال بيسموها مالتي ستيج. يبقى تاني النوعين الاساسيين هما السمبل راندوم والسيستماتيك راندوم، دول اللي بختار بيهم. لو المجتمع كان هيدروجينوس هقسمه لاستراتا واختار من اتش استراتا سواء ايكوال او بروبورشنال، في الحاله دي بسميها استراتيفايد. طيب او المجتمع اقسمه لاماكن الى كلاسترز، وكلمه كلاستر يعني مجموعه من الناس مرتبطين بنفس المكان عايشين في نفس الاريا، واختار المكان از هول يبقى اسمها كلاستر. لو دخلت جوه المكان واخترت منه انديفيدوال اسميها مالتي ستيج. يبقى اي دراسه يا اخوانا او اي سامبل تنتهي بمكان واخده كله على بعضه اسميها كلاستر، اي دراسه تنتهي بمكان واخش جوه المكان واخد منه انديفيدوال اسميها مالتي ستيج. طيب لو الدراسه بتاعتي انتهت بهوم او هاوس وخدته، هو الهوم او الهاوس اعتبره مكان ولا اشخاص؟ بيعتبروه اشخاص.
ليه؟ يقول لك اصل الهاوس الشقه دي الناس اللي فيها معروفين، فلما ساعدتك تعمل سامبلنج وتختار شقه معينه كانك اخترت الناس اللي فيها، عددهم كام؟ 5 6 10 اشخاص معروفين لكل الناس، يبقى الهوم او الهاوس بنعتبرها انديفيدوال وبنعتبرها مالتي ستيج. طب الكلام ده موجود في الكتاب؟ اه. روح افتح الكتاب، افتح المثال بتاع المالتي ستيج وهيقول لك هفضل اقسم المجتمع لحد ما اوصل للانديفيدوال او هوم او هاوس. وجت مره في الام سي كيو في الميد اير خلاص، يبقى اي دراسه تنتهي بمكان واخده كله على بعضه بسميها كلاستر، اي دراسه تنتهي بانديفيدوال او تنتهي بهوم او هاوس بسميها مالتي ستيج. اتعلم الكلام كده؟ النون بروبابيلتي يا اما اكسسبيلتي يا اما كوتا. لكن البروبابيلتي سمبل راندوم سيستماتيك راندوم استراتيفايد وكلاستر ومالتي ستيج. اللي بختار فيها النيرست او الفريندز او الفرانتيرز او الهوسبيتالايزد كيسز دي الاكسسبيلتي. اللي تنفع في الرير ديزيز او في الاوكيوبيشنال هيلث هازارد دي الاكسسبيلتي. اللي بختار فيها على حسب ماي تشويز دي الكوتا. اللي مش محتاجه سامبلنج فريم في النون بروبابيلتي هي الكوتا. طيب نخش على البروبابيلتي. اللي مش محتاجه سامبلنج فريم هي السيستماتيك راندوم، لكن اللي محتاجه سامبلنج فريم هي السيمبل راندوم. اللي تنفع في اللارج بيبيليشن هي سيستماتيك. اللي تنفع في الاوت بيشنت كلينيك هي سيستماتيك. لو عندي المجتمع هوموجينس تقول له والله عدده كبير ولا صغير؟ عدده صغير اخد السيمبل، عدده كبير مش هعرف اعمل سامبلنج فريم اخد السيستماتيك. لكن لو هو من الاول هيتروجينس استراتيفايد، دراسه او سامبل انتهت بمكان وخدته از هول كلاستر، انتهت بمكان وخدت منه انديفيدوال مالتي ستيج، انتهت بهوم او هاوس مالتي ستيج. ها حد مشكله في الكلاستر؟ لو انت هتختار في الاستراتيفايد، لو انت هتختار من اتش ستراتا بشكل متساوي بغض النظر عن حجم كل ستراتا دي اسمها ايكوال الوكيشن ميثود. لو انت هتاخد نسبه وتناسب ان ريليشن لحجم الستراتا دي بنسميها بروبورشنال الوكيشن ميثود. اخر تك عشان ام سي كيو، ايه اللي يزود وايه اللي يقلل السامبلنج سايز؟ امتى كبر وامتى صغر حجم العينه؟ لو العوامل اللي بتاثر في المرض كتير ازود ولا اقلل حجم العينه؟ ازودها. ليه؟ علشان اغطي كل العوامل. يبقى لو الفاكتورز اللي بتاثر في الديزيز كتير، كل ما زادت الفاكتورز اللي بتاثر في الديزيز انا غصب عني هزود السامبلنج سايز علشان اقدر اغطي كل العوامل دي، صح كده؟ طيب لو الفاسيلتيز بتاعتي كتير، معايا وقت ومعايا فلوس ومعايا ناس تساعدني، ازود ولا اقلل حجم العينه؟ ازودها، لان كل ما ازود حجم العينه كل ما النتائج تبقى افضل. ده انا كنت بقول لك في الاول خالص ان الصح ان اخد كل المجتمع، بس اللي مكتفني ان الفاسيلتيز بتاعتي قليله، لكن لو الفاسيلتيز زياده زود حجم العينه براحتك. لو المرض رير ازود ولا اقلل؟ مرض نادر بيحصل واحد لكل 1000، يعني لو خدت عينه فيها 1000 شخص احتمال الاقي واحد مريض او ما الاقيش. لو خدت عينه فيها 10000 شخص احتمال الاقي 10 مرضى او ما الاقيش. كل ما كان المرض رير كل ما هضطر ازود السامبلنج سايز. طب لو المرض بريفلانت وده اللي بيغلط الناس، لو المرض منتشر هل مضطر اخد عينه كبيره؟ هو المرض موجود، لو خدت 100 هتلاقي نصهم عندهم المرض. يبقى كل ما كان المرض بريفلانت كل ما هقلل حجم العينه. يبقى الفاكتورز اللي بتاثر في المرض تزيد ازود حجم العينه، الفاسيلتيز تزيد ازود حجم العينه، المرض رير ازود حجم العينه. الحاله الوحيده اللي ممكن اقلل فيها حجم العينه وانا مطمن لو المرض كان بريفلانت منتشر، انا ضامن ان مهما كانت العينه صغيره هلاقي فيها عدد كبير عندهم المرض. خلاص ده بسرعه كده حاولت الم معاكم السامبلنج، وهي كلام نظري اكتر منها عملي كده. ان شاء الله فاضل لنا في العملي درس السكريننج وشويه الاحصاء. بالتوفيق ان شاء الله.